أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم عبد الصمد سنتيسي، منسق عام مراكز تمكين ومستشار لدى الشركات. حديثنا اليوم دور مراكز التمكين في مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة. أهلا وسهلا سي سنتيسي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ أريري، شكرا على الضيافة. كنشكروا من بر أنفاس على التفاتة دائما اللي كديروا المراكز ولا المقاولين الشباب والناس اللي كيشتغلوا في هذا الإطار. مرحبا. نعم مرحبا سي تي سي مرة أخرى. عادة سي تي سي كضيوف ديال البرنامج كنعرفوا بالمسيرة المهنية ديالهم والأنشطة اللي كيقوموا بها. بالنسبة لمراكز التمكين، متى تتأسست والأنشطة اللي كتقوم بها؟ مراكز التمكين هي امتداد واحد الجهود اللي كنقوم بها شخصيا وزملاء اللي كيشتغلوا معايا في نطاق ديال مواكبة حاملي المشاريع بصفة عامة وشركات صغرى وصغيرة جدا بصفة خاصة. تنشأ أول مركز تمكين في أواخر 2018 مدينة وجدة في منطقة الشرق، المنطقة الشرقية بصفة عامة، وابتدت الأنشطة ديالو رسميا في أوائل 2019. من بعد تبعوه مراكز أخرين في مدينة مكناس، في مدينة سلا، وفي الدار البيضاء اللي كنت واجدوا فيها مركز ديال تكنو بارك، اللي هو يعني كواحد المركز مهم بالنسبة للتنمية والمواكبة ديال الشركات الناشئة في المغرب. نعم. تكنو بارك اللي حاضرين في دار البيضاء وفي الرباط وفي طنجة وفي أكادير. يعني الهدف من إنشاء مراكز التمكين خصوصا في المدن يعني خارج دار البيضاء، كيف قلنا أنه حاضرين في المنطقة الشرقية وفي مكناس وفي الرباط، الهدف منه هو أنه نوصلوا الحامل المشاريع والشباب بصفة عامة في هذه المناطق هذه، نوصلوا لهم يعني واحد المستوى ديال الخبرات اللي هي كاينه في مدن اخرى، وندمجوهم في واحد الشبكه اللي نقدروا نقولوا انه كتخرجهم من المدينه ديالهم او النطاق الصغير اللي كيشتغلوا فيه، كتخرجهم انه يربطوا علاقات مع شباب اخرين مقاولين في مدن اخرى وكيخدموا معهم وكيربطوا معهم علاقات اولا شخصيه وثانيا عمليه، كيوليو شركاء ديالهم زبناء او موردين او لا كيقتسموا الخبرات. هذه من يعني من المسائل اللي كيستافدوا منها اليوم الشباب والشابات اللي مخارطين في مراكز التمكين. نعم سنتيجي، من بين البرامج ديال مراكز التمكين واللي هي شريك رئيسي فيها كاين برنامج سوق التنمية. شنو هي الخصائص ديال هذا البرنامج هذا والجهات المعنيه به؟ فعلا شكرا على السؤال، لانه كيجيني باش نتكلم على الطريقه ديال التدخل ديال مراكز التمكين والخبراء والناس اللي كيشتغلوا في مراكز التمكين مع الشباب. وفعلا يعني احنا اختينا انه كنشتغلوا في واحد الاطار ديال البرامج اللي كتكون مؤطره، كتكون كتصرف عليها جهات يعني مؤسسات دوليه او مؤسسات عموميه مغربيه او شبه عموميه، اللي كيكون عندها واحد الاهداف يعني مسطره، لانه كتكون يعني واحد ورقه الطريق بين من الاول شحال العدد ديال الشباب، اش من منطقه، اش من مثلا ربما كيكون كتستهدف واحد الفئه معينه كنساء يعني الحاملات للمشاريع او شباب في حاله اعاقه او الناس يعني خريجين يعني المؤسسات السجنيه او هذا اللي حتى هما اعاده الادماج ديالهم. على سبيل المثال فعلا كاين برنامج مهم اللي هو برنامج سوق التنميه اللي كتصرف عليه البنك الافريقي للتنميه وبتمويل من مملكه الدنمارك. شحال حجم التمويل تقريبا؟ حجم
بالنسبه للاهداف ديال البرنامج يعني كاين اولا هو فيه يعني دعم تقني ودعم مالي بالنسبه للشباب اللي غيستافدوا منه واللي ديجا بداو كيستافدوا يعني مسبقا. البرنامج هذا خاصيه ديالو وانه هذا النوعيه جديده ديال البرامج المواكبه ديال الشباب لانه كيمتد على 3 سنوات بدا في 2019 وغادي يسالي في 2022 ان شاء الله. في مواكبه قبليه مواكبه تقنيه وحنا كنستهدفوا انه 850 ديال الشباب عن صعيد المملكه اللي استافدوا حد الساعه من دعم تقني ومنهم 250 اللي هما دابا في طور الانتقاء النهائي باش يستافدوا كذلك من دعم مالي ومواكبه بعديه. هذا الغلاف المالي ديال البرنامج او الدعم المالي هو كيتجاوز جوج الملايين الاورو واللي كيتعطى للشباب على مراحل بطبيعة الحال اللي كيكون معهم واحد عقده ديال النتائج او الاهداف يعني الشاب او الشابه يعني كيتشاف مع الخبير اللي كيواكبو شنو هما الاهداف ديالو لا بالنسبه للتطوير ديال الشركه ديالو او بالنسبه مثلا لخلق فرص الشغل او للتسويق او الدعم كيمتد دابا يبدا على سنه دعم مالي وتقني بعدي يعني كاين كيف قلنا دعم قبلي في طور الانشاء ديال الشركه او نقولوا النشاط ديالو ومن بعد كاين هاد المرحله كيف قلنا الجهات اللي استفدت منها الجهات الاوليه واش غتعمل المشروع على باقي الجهات. فعلا برنامج سوق التنميه هو كيستهدف ثلاثه ديال المناطق بصفه خاصه اللي هما منطقه قلميم ودنون منطقه ديال درعا تافيلات ومنطقه ديال طنجه تطوان الحسين. هاد المناطق هادو يعني تختاروا اولا لانه كيف قلنا الفكره الاوليه وانه نوصلوا الشباب اللي خارج يعني النطاق ديال الدار البيضاء الرباط وهذا نوصل لهم واحد الخدمه يعني ذات جوده عاليه ديال الدعم التقني يعني خبراء اللي عندهم 10 20 حتى 30 سنه مختصين في عده مجالات وفي نفس الوقت ندمجوهم مع يعني نقولوا الباقي المناطق في المغرب اذا بالنسبه للتسويق ولا مثلا عندنا تعاونيه اللي كنواكبوها في مدينه قلميم اللي هي تعاونيه ديال انتاج مواد غذائيه كوسكوس والى ذلك هادو عندهم واحد المنتوج يعني عالي الجوده اللي ناقصهم هو خبره مثلا في التسويق ولكن التسويق على صعيد المغرب دونك هنا كاين فين كاين كيف قلنا انه هذيك العلاقه اللي كترتبط وكتربط مع شركاء وخبراء اللي خارج المدينه باش كيوصلوهم كيف ما قلنا هذاك الهدف ديال التسويق. نماذج اخرى شي مشاريع كاين نماذج اخرى اللي خصني نذكر كذلك هو انه الى جانب هذه المناطق او هذه الجهات بثلاثه برنامج سوق التنميه كيستهدف كذلك 100 ديال الشركات او حاملي المشاريع شركات ناشئه يعني ستارت اب وهذه الشركات الناشئه يعني على صعيد الوطني. وبالنسبه للامثله ديال الانشطه حنا درنا واحد التشخيص شفنا بين الاغلبيه ولا عندها واحد النسبه عاليه ديال الابتكار ان يعني هذو مشاريع يعني واخا كتبان انه يعني بسيطه ولكن فيها واحد النسبه ديال الابتكار مثلا المثال اللي عطيتك ديال انتاج الكسكس هو انتاج كسكس سون غلوتين يعني اللي خاص بالناس اللي عندهم حساسيه غلوتين وحتى كنعرفوا كاين باللي مثلا هذا كاين واحد الخصائص في السوق بالنسبه لهذا المنتوج. كاين امثله اخرى بحال شاب في مدينه تارودانت اللي المشروع ديالو تبارك الله راه مشى بعيد فيه دابا انه هو كينتج مواد سماد يعني مخصبات فلاحيه اللي جايه من مواد عضويه وكيربي الدود واحد النوعيه خاصه ديال الدود اللي كتنتج يعني اللي كديرها في واحد نقولوا واحد الحقل ولا هذا يعني هذاك التوالد ديالها والتفاعل ديالها مع هذيك الارض كتجعل انه كتطلع
نسبه ديال الخصوبه ديال هذيك الارض بصفه عضويه. كاين امثله اخرى، شفنا انه عندنا شركات في مجال البيئي تدوير المتلاشيات بجميع الانواع ديالها، المتلاشيات يعني من الحديد والى ذلك، او المتلاشيات ديال النفايات المنزليه او النفايات الصناعيه. الخاصيه العامه هو انه هذه المشاريع كامله عندها واحد تاثير مباشر على المنطقه اللي هي كتزاول فيها. اولا الناحيه كيف قلنا هو ديال خلق فرص الشغل، ثانيا ديال كيف قلنا واحد التاثير على البيئه او على المجال البيئي، وثالثا كامله بها عندها واحد الامتداد وواحد الاهداف انه تكبر وتندمج مع السوق الوطنيه. وعندما عندنا حتى شباب اللي كيشوفوا انه اليوم ما متجدد ما تمشي حتى للتصدير، وهذه المساله حتى هي كنواكبوهم فيها. بالنسبه للبرنامج ديال نواه، شنو الخصائص ديال هذا البرنامج نواه اللي كتساهموا فيه؟ برنامج نواه حتى هو من النوعيه الجديده ديال البرامج المواكبه التقنيه ديال الشركات الصغرى، واللي هي مطلوبه بزاف في المغرب، لانه اولا حتى هو برنامج اللي كتشرف عليه الوكاله الوطنيه لتنميه المقاولات الصغيره والمتوسطه مغرب مقاولات اي ان بي ام، اللي حتى هي كتدمج شركاء محليين، لانه كيف قلنا انه كاين مقاربه ديال القرب. دونك هاد الشركاء المحليين هما جمعيات اللي كتشتغل في مجال اقتصادي ومجال ديال ادماج سوسيو اقتصادي ديال حاملي المشاريع في جميع المناطق المغرب، واللي كتستهدف حاملي المشاريع في المرحله يعني ما قبل الاستثمار. واللي مهم هو انه كاين كذلك برامج ديال التقويه وديال الدعم التقني ما بعد الاستثمار، وهي اللي المرحله اللي مهمه بزاف، مع العلم انه هاد المشاريع او البرامج اللي هضرت عليهم بجوج سوق التنميه او نواد، يعني بالنسبه للشباب ولا حامل المشاريع يعني هما بدون مقابل، يعني ما كيخلو نقولوا ما فيهاش واحد ما كيخلصوش، ولكن ولكن مقابل ماشي مادي، يعني ماشي كيخلص بالعكس، ولكن كاين واحد المقابل انه مقابل انه كي هاد الناس كينخرطوا واحد الطريقه يعني مهمه بزاف في هاد البرامج هادي، كيستمروا طبيعة الحال المقابل والوقت ديالهم هو وكيف قلنا الادماج ديالهم والاندماج ديالهم مع الشباب ومع المؤطرين ديالهم. نعم، شكرا جزيلا سنتيسي على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام، ونضرب لكم موعدا جديد مع ضيف جديد. We'll be right back.